مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بتقنيات الغرس لزراعة البطاطا. فما يمكن زرع البطاطا إلا من بعد ما يتم رفع حالة سكون أو نعاس ديال الزريعة وتبدأ عملية الإنبات. ولضمان إعداد سليم ديال الزريعة من ضروري نزولوها من الوحدة ديال التخزين 2 إلى 3 أسابيع قبل الغرس، ونحطوها في غرفة جيدة تهوية ومضوية، وهذا باش نحصلوا على نباتات عامرة وشدة مزيان كتسهل لنا عملية الغرس. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فكثافة زراعة البطاطا هي عدد السيقان في المتر مربع، وباش نعمروا البلاد بطريقة معقولة وجيدة فالكثافة المزيانة هي بين 15 إلى 20 نبتة في المتر مربع، وزريعة بعيار 35 إلى 55 ملمتر نبتة مزيان كتعطي ما يقارب من 5 إلى 6 سيقان رئيسية، وفي العموم 4 الحبات في المتر مربع هي المعقولة. ومع مسافة ديال 70 سنتيمتر بين الخطوط و 30 سنتيمتر بين النباتات كنحتاجوا من 20 إلى 25 قنطار من البذور للهكتار الواحد. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فإلا بغيتي تحقق نمو متوازن ديال البطاطا في الحقل فلازم تحط الزريعة على عمق موحد، وكيعتمد الغرق على نوع التربة والظروف المناخية والعمر الفيزيولوجي النباتات. ففي التربة الثقيلة والرطبة من الأفضل نحطو الغرس بين 5 إلى 6 سنتيمتر ديال الغرق، وبالنسبة للتربة الخفيفة يوصى بزراعة عميقة بحيث نزولو الغرس بحوالي 10 سنتيمتر ديال الغرق. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فمباشرة بعد الغرس ما تنساش الأسمدة ديال طبق الأرض، ومن الضروري ترد التربة على الخط وتغطي الزريعة باش ما تخضر. بتتبعك النصائح والتقنيات اللي قدمت لك مبادرة المثمر يمكن لك تحسن من تقنيات الغرس لزراعة البطاطا في بلادك، وبالتالي تسهل نمو ديال الجذور ديال النباتات وتحسن المردودية والجودة وترفع من مدخولك. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.